خلينا نروح للاستاذ خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكره المصري، وطبعا يعني متواجد مع المنتخب هناك في ليبيريا. بنبارك له على الفوز الثاني لمنتخب مصر وتصدر المجموعه وست نقاط. مبروك يا استاذ خالد. الله يبارك فيك يا كابتن كريم، يا رب دايما كده تبارك لنا على طول. والله حاجه رائعه، واسعدتونا النهارده رغم ان الماتش صعب وظروف صعبه شويه وملعب وجو، لكن الحمد لله ست نقاط في بدايه المشوار من اول ماتشين، يعني حاجه مميزه جدا، بتدينا ثقه في منتخب مصر ان شاء الله احنا نوصل كاس عالم. ان شاء الله نوصل، ومش نوصل بس، ونعمل نتائج كويسه هناك باذن الله. وقبل ما نقول كده، احنا برضه عندنا امم افريقيا ان شاء الله، ده تارجت كبير يعني، هدف فن. طبعا. رايك ايه النهارده بقى في المباراه وفي الفوز وكنائب رئيس اتحاد الكره المصري؟ والله هي بص، هي الظروف طبعا مش عايزين، احنا يعني ما بنبررش الاداء، لكن لازم نعذر اللعيبه شويه في ان السفر والرطوبه والماتش من يومين فاتوا، وسفر وارض نجيل صناعي، يعني كل دي حاجات برضو احنا لازم ندي اللعيبه. انما في الاخر احنا حققنا المراد والهدف، صح، ان احنا في الجوله الاولى بقينا متصدرين بست نقاط، كسبنا على ارضنا وبره ارضنا، فدي حاجه كويسه جدا كبدايه. وان شاء الله باذن الله تكون دفعه للجوله اللي بعديه بقى في مارس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هي الجوله الجايه هتكون في شهر 3 ان شاء الله. الله باذن الله ان شاء الله. يعني عودتكم النهارده ان شاء الله يا استاذ خالد، هتركبوا الطياره وهترجعوا الى القاهره النهارده ولا لسه بكره؟ لا لا، دلوقتي على طول احنا بنتحرك دلوقتي، هنطلع المطار دلوقتي. طيب، يا رحله حوالي 7 ساعات صح؟ اه ان شاء الله 7 ساعات. الكل راجع على القاهره ولا اللعيبه المحترفين بقى حد هيسافر على مفيش؟ كله لازم يرجع كله القاهره وبعدين يتحرك القاهره، بس نوصل القاهره الاول. لا ان شاء الله ربنا يوصلكم بخير ان شاء الله. هل محمد صلاح في اي اصابه النهارده بعد الموضوع اللي احنا شفناه واقتحام الجماهير والملعب والكلام ده اثناء المباراه؟ لا لا، يعني الجماهير ما كانتش قصدك تاذي ولا حاجه، هي بس من حب الناس ليه. انما طبعا احنا قلقنا كلنا من منظر تهافت الجماهير عليه كده. يعني حاسس ان معانا الجهاز الفني اجسام كويسه الحمد لله، واللعيبه كلهم حجزوا عليه. بس يعني هي حاجه مقلقه، بس حاجه يعني برضو بتبسط ان ده حب الناس. طبعا طبعا، شعبيه كتير زي ده ولعيب كتير زي ده. يعني في كل بلاد العالم الحقيقه. اكيد. النهارده كلنا كنا قاعدين بنتفرج على المباراه وسعداء جدا. انا بالنسبه لي في 3 لعيبه في منتخب مصر النهارده كانوا هايلين، منهم محمد الشناوي ان انقذ مرمى النهارده يا استاذ خالد من 5 6 فرص، 7 كمان محققه لمنتخب سيراليون. انا قلت له لازم يعمل لك تمثال النهارده ولا لسه بعد الماتش. حقيقه يعني حاجه، اداء رائع يعني، بيثبت كل يوم ان هو راجل فعلا حائط سد يعني. كان هايل النهارده ما شاء الله، ومركز وتمركزاته كلها صح، وبيطلع ورا المدافعين، وحاجات صعبه كمان، كان في انفرادين 3 صعبين جدا وكلها جوه حاجات في السكس يارده، تعامل معاها برد فعل سريع، وحاجه كانت مميزه جدا يعني. الحمد لله احنا هو ربنا وفقنا باداء والشناوي كمان يعني الحمد بالزبط. لله. تريزيجيه كمان كان هايل تريزيجيه النهارده، صلاح النهارده بذل مجهود كويس وعمل اسيست وكان مميز جدا. لا طبعا صلاح لمساته يعني الصميم النهارده. خلي بالك الهدف الثالث بتاع محمد حمدي مش اوف سايد. ما انا كذا حد قال كده، بس احنا طبعا في الملعب ما بقيناش عارفين. لا مش اوف سايد. مش اوف سايد، هدف صحيح يعني. اتكلمت مع مستر، اتفضل يا استاذ خالد معاك. لا بقول الحمد لله ان احنا وصلنا للست نقاط يعني في الماتشين. طبعا. يعني دي حاجة مريحة جدا الحمد لله. اتكلمت مع مستر فيتوريا بعد المباراة وبدأتوا تخططوا بقى للمعسكر بتاع أمم أفريقيا، وهل عايز ماتشات ودية، عايز حاجة ولا لسه ما اتكلمتوش؟ لا احنا اتكلمنا، بس هو ان احنا في معسكر لازم يتعمل، واللعيبة تبقى جاية بمواعيد كذا وكذا، وبعدين في نفس الوقت هو في مخه بقى أمم أفريقيا هي الأساس دلوقتي. أيوه. يعني هو ده الشغل الشاغل بالنسبه له. بس عايز اقول لك انا لسه شايفه على العشاء،
تعبان جدا. الراجل بيقول لي انا اول مره بقى تعبان كده. ليه بقى؟ تعبان جدا من رحله الطيران ولا من الماتشين قريبين ورا بعض في 3 ايام ولا ايه بالظبط؟ ورحله الطيران والرطوبه والجو الحر يعني. هو بيقول لي انا يعني تعبان تعبان والله. واحنا لسه دلوقتي ايوه. فقلت له طيب ترجع بقى وتسوق كده، شوف بقى ايه اللي انت عايزه. اكيد اكيد. مبروك يا استاذ خالد، وسلامي كله لافراد البعثه، لعيبه والجهاز الفني والجهاز الطبي والاداري، وترجعوا بالسلامه ان شاء الله، واسعدتونا، ويعني ان شاء الله مزيد من النجاحات خلال الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. الف الف شكر. الله يخليك. نشكر طبعا استاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، والفوز الثاني النهارده لمنتخب مصر في التصفيات وتصدر المجموعه ب6 نقاط. على فكره بكره ان شاء الله ماتش جيبوتي وغينيا بيساو الساعه 3، وبعد بكره المباراة اللي بعديها هتكون مباراة اثيوبيا وبوركينا فاسو يوم بعد بكره بقى اللي هو يوم الثلاثاء ان شاء الله. دول طبعا الماتشين دول مهمين بالنسبه لنا، اللي احنا عايزين نعرف نتائجهم طبعا عشان النتائج دي مؤثره. بس احنا كده كده متصدرين المجموعه ب6 نقاط يعني، ما ايا كانت النتائج. لكن انا اتمنى ان النتائج تكون تعادلات عشان نبقى احنا فارقين عن بقيه الفرق ب4 و5 نقاط.